آليات مهمة جدا بالنسبة للجنة أو العمل اللجنة لاكتشاف العديد من المواهب، لكن هو الفترة الحالية والتعاقدات بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي زي ما احنا عارفين بيسعى دائما لتدعيم صفوفه بالتحديد في هذه الفترة. هل لجنة اكتشاف المواهب في الفترة دي دور في التعاقد مع بعض اللاعبين بالتشاور طبعا مع لجنة التعاقدات والجهاز الفني؟ هو طبعا الترشيحات بتيجي لا إما من الجهاز الفني للفريق الأول، او انت ممكن حد يرشح، بيجي لنا احنا بشكل شخصي بيرشح لنا لعيب وبدنا نتابعه، حتى ممكن يكون في الدرجه الثانيه يعني. ازاي بيتم المتابعه بالنسبه له؟ هل من ارضيه الملعب ولا ممكن من خلال بعض لقطات الفيديو ولا الموت؟ لازم تشوفه على الطبيعه. طبعا لقطات الفيديو بتبقى محدده، انت لازم الرؤيه طبعا في الملعب بتشوف تحركاته، بتشوف مجهوده، كل المواقف تبقى واضحه بالنسبه لك. طبعا اللي بيعمل فيديو بياخد ابرز الحاجات بالظبط، ومفيش لعيب عنده نقط كويسه يعني طبعا. ما كان اكيد عنده نقط كويسه، فممكن تكون خادعه مفيش شك. الحاجات اللي هي فيها اخفاق بالنسبه له، او تنفس بسرعه بيبان اخفاقه فيها، او عيوبه، او تصويب ضعيف، او تحركات ضعيفه من الناحيه التكتيكيه، انت كل الامور دي ما تبقاش قدامك بتتضح غير ما تكون لازم تكون قاعد في الملعب مفيش شك يعني. طيب اكتشاف المواهب هل مقتصر على اعمار سنيه معينه؟ وازاي بيتم التنسيق مع قطاع الناشئين بالتحديد؟ هل بنبص او بندور على المراكز اللي فيها نواقص شويه في الاعمار السنيه المختلفه في قطاع الناشئين؟ لا، مع السن كل ما بتصغر يعني هي ما بتبقاش محدده المراكز اللي تمام. حتى لما بيجي يلعبوا بطولات بتبقى في جيم صغير كده اسمه جيم، يعني في 5 ضد 5 7 ضد 5 بيبتدي يمكن من حوالي 14 سنه يبتدي يلعب على الملعب الكبير. يعني انت ما بتاخدش هي حتى من الناحيه العلميه اللي المفروض اللاعب في السن الصغير تحاول تجربه في اكتر من مركز. يعني ما بقاش انت ثابت تروح محطه سيرد باك ويفضل يلعب في الحته دي. تمام. مع الكوره ومع التنافس في الفريق الاول هتلاقي في مواقف لعب مختلفه اللاعب ممكن يتعرض عليها يتعرض لها غير موقف اللعب بتاعه دوت يعني، او ممكن يحصل له تالق ويحصل له طفره في مستويات معينه من النواحي الفنيه تنقله من مكان لمكان اخر ويتالق فيه. الله يرحمه كابتن ثابت لما بدا كان لعيب وفجاه كده اكتشفوه في ماتش بالصدفه يعني. يعني انا اقصد في السن الصغير تحديد المراكز او وجبات مراكز، يعني التنوع لازم تخلي اللاعب يمر بكل، حتى دي بتدي ثقه في اللاعب على فكره. أكيد. يعني اللاعب لما يحس ان هو بيلعب مجرب في كل بالظبط لما يجي يتعرض لمواقف لعب مختلفه، طب لاعب الوسط مثلا ما في مواقف هجوميه ومواقف بيدوس تقريبا في كل اماكن الملعب، اللعيبه اللي على الاطراف الزهراء الجنبي بيدوس على كل يعني لعيبه الوسط الديفندر، يعني هي كل ما تبتدي تكبر في السن وكل ما تبتدي عندك رؤيه كويسه تقدر تحدد المركز اللي اللعيب يقدر يعني يقدم فيه افضل مستوى. تمام. اكيد. اتفضل. تمام خلاص. ماشي. التعامل مع الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، احنا خلاص عندنا جهاز فني جديد بقياده مستر مارتين لاسارتي المدير الفني الاجواني للنادي الاهلي. ازاي بيتم التنسيق والتعامل ما بين لجنه اكتشاف المواهب والجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي؟ هو زي ما قلت لحضرتك يعني لو حد هنتابعه انا في نقطه يمكن بيبقى الكلام مباشر ما بينكم ومن بعض والتنسيق بيمشي ازاي؟ هو موجود طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، وهيبقى مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام. اكيد. ده يعني ده المناقشات هتبقى معاهم يعني بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لهم. النقطه اللي انا كنت عايز اقولها، احيانا بيبقى اللعيب مستواه معروف، يعني اللعيب بيلعب في الدوري الممتاز ومستواه معروف، مش محتاج مننا ممكن لا الفريق الاول يتعاقد معاه بشكل مباشر وبشكل نهائي، مش محتاج العوده. هي الفريق الاول بيرجع لنا اكتر طبعا اذا كان لعيب حاول اكتشافه، يعني مش معروف يعني صعد للدوري الممتاز ما لعبش قبل كده دوري ممتاز ما لعبش دولي، انما في لعيبه كتير مستواها بيبقى معروف في الدوري الممتاز وتبقى التعاقد معاه بيبقى مباشر، يعني مش محتاجين ان احنا يبقى في رؤيه وفي تقارير مننا كلجنه موهوبين. يعني هل في فارق كبير ما بين اكتشاف المواهب في الثمانينات مثلا والتسعينات عن دلوقتي في العصر اللي احنا متواجدين فيه، في ظل طبعا تواجد السوشيال ميديا، تواجد العديد من اللقطات الفيديوهات اللي بيتم عرضها على اللجنه او على النادي بشكل عام من بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا مميزين، في فوارق كبيره؟ طبعا. زي ايه؟ اولا الموضوع بقى صعب جدا لان انت بتحط رؤيتك على لاعب كل الناس شايفاه. فمش بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم على الانديه كلها كمان هيبتدوا يخشوا في تنافس، اللعيب لو مميز هتلاقي بدل كان زمان الدنيا كانت سهله يعني
اللاعب حتى كمان ما كانش فيه عقود ثابته يعني سوري كان فيه يعني كان لاعب وهو عنده 10 سنين بيمضي خلاص بيفضل قاعد في النادي لحد ما النادي يقول له انا مش عايزك. النهارده عقود الاحتراف محدده بسنه بسنتين بثلاث حسب العقد اللي بيعمله اللاعب مع المدرب. فاللعيبه كلها الموجوده على الساحه ممكن السنه دي او السنه اللي بعد تبقى حره، فدي طبعا بتلاقي المعروض كتير جدا زي ما قلت انت حضرتك، وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات والفيسبوك واليوتيوب كل دي طبعا بتخليك بيبقى فيه صعوبه. هي بس هي اللي بيتميز فيها او الميزه اللي استفاد منها هو اللاعب، بيبقى معروض حتى من غير ما يعرض نفسه، بتديله فرصه كبيره قوي ان هو بيبقى معروف ويعني كل الانديه شايفاه. زمان ما كانش موجود كده، وحتى الانديه ما كانتش بتسعى قوي ان هو تشوف يعني لاعب من خارج النادي، او كان في اهتمام كبير جدا بقطاعات، عشان كده كان في اهتمام بقطاعات الناشئين. يعني دي نقطه مهمه جدا، نتمنى الاهتمام يزيد جدا بقطاعات الناشئين. اوكي في عناصر ممكن قطاعات الناشئين ما تغطيهاش، انما في نفس الوقت لازم يكون اهتمام كبير، ويبقى العناصر اللي بتصعد للفريق الاول او بتنضم للفريق الاول التركيز الاساسي تكون العناصر دي طالعه من القطاعات الناشئين، زي ما في سياق حديثنا قلنا في نقط ايجابيه كتير لما يكون لعيب طالع من قطاع الناشئين. ويعني انا برده دايما بقول احنا ما ابتدينا نلعب درجه اولى برغم كان موجود يعني جيل عظيم طبعا، جيل عظيم يعني يعني نون حراس المرمى موجود الكابتن ثابت الله يرحمه والكابتن اكرامي، انما بص مؤهل كابتن احمد شوبير مؤهل ان هو داخل في رؤيه مستقبليه وفي تنبؤ ان هو داخل في تنافس معاهم موجود وطالع من قطاع الناشئين، وموجود مثلا حسام البدري وربيع ياسين وعلاء ميهوب كل ده عناصر صغيره، وزكريا ناصف وطاهر ابو زيد ايه ده؟ وابتدى في خمسه سته منهم يبتدوا يبقوا اساسيين وهم تحت السن. كان في اهتمام جدا، وكان في يعني عذرا ان انا بقول كده مستوى المدربين في قطاع الناشئين كان النهارده المدرب بعد اعتزاله سنه ساعه عايز يبقى مدرب في الفريق الاول. لا زمان كان في ناس متخصصه لقطاعات الناشئين ويقعد 20 و30 سنه بخبرته وامكانياته الفنيه وهو بيدرب في قطاعات الناشئين، دي طبعا بتعود بالفايده على قطاع الناشئين.